راح الشر إن شاء الله. شكراً إليك. أنا كم مرة حذرتك عائشة، أنت صغيرة قليلة خبرة، وأنا كنت خايفة نوصل لهون، شفتي كيف؟ أنت كنتي على كل حال، الله لطف. أمي؟ ها فريد؟ عائشة شو عم تعملي؟ ليش هيك واقفة؟ أنا منيحة كتير، لا تخاف، منيحة. إيه بعرف، الحمد لله. أمي، ما بيصير إنه طول زيارة المريض، لو سمحتي خليها تنام. ماشي، مثل ما بدك. يلا إن شاء الله تقومي بالسلامة وبترجعي على القصر، راح الشر. تسلمي، شكراً إلك. تعالي، يلا تعي، امشي، تركي لي هاد. يلا. على مالك. أنا منيحة عن جد فريد. إيه مبلا، شفتك قبل شوي قديش منيحة، مو قدرانة توقف وبتقلي منيحة، عادي. لا عادة تقومي مرة تانية، الدكتور قال ضغطك عالي وبدك راحة، حتضلي اليوم تحت المراقبة، يعني نحن هون هالليلة. في مجال نطلع من هون اليوم؟ أنا حاسة أني أحسن بكتير. لا مو مبين عليك منيحة، ما فينا نطلع. يعني رح تتركني وتروح على البيت؟ لا أكيد، شو هالحكي، قاعدين سوا الليلة، بس بدي روح على الشرطة ياخدوا أقوالي وبرجع لهون، أنا ما بطول. شبك علقت معك الروح على البيت طول الوقت؟ خير؟ كتير مشتاقة للقصر؟ مشان وردتي رح تضل بلا مي. عندك خانو، كيف صارت الحادثة؟ خبريني من البداية. يا مان، رفيقي من وقت كنا صغار كان عم يعلمني على الفرد، أو وسط هز الفرد بإيدي عم إجت الرصاصة بعائشة بالغلط. رصاصة طايشة يعني؟ يعني ليش كل هالحكي هلأ؟ لأيمتى أنا بدي ضل هون؟ ما عندكم سبب تخلوني هون مشانه. بدنا نستضيفك اليوم هاد خانم، انتهى التحقيق. حضرة المفتش، نحن الناس معروفين، أنا بعرفك وأنت بتعرفني منيح، يعني وين بدنا نهرب؟ خليني أخذ بنتي وأنا بكرة بجيبها بالوقت اللي بدك إياه. في شكوى بحق حسين بيك، لأنه بنتك أطلقت النار بهدف القتل، لهيك النيابة قررت تحبسها لينتهي التحقيق. نحن مجبورين ننفذ القرار، وكمان بدنا ناخذ إفادتكم هلأ. شو إفادة ما إفادة، شو بتهم إفادتنا؟ هلأ نحن بدنا نشهد؟ ليش مين شاف شو صار؟ أساساً مين هذا يلي قدم الشكوى؟ لما ينتهي التحقيق وبتروحوا على المحكمة بتعرفوا مين هو اللي قدم الشكوى. طيب أنا بدي أشوف بنتي. بنتك ممنوع تشوف حدا غير محاميها. شو هالحكي؟ أنا أبوها. مع الأسف. يا ربي دخيلك، يعني معقول ما أقدر أشوف بنتي؟ شو هاد؟ أخذوا إفادتك؟ أخذوها خالتي زمر. منيح كتير، لكن هلأ انقلع من وشي. بس يا خالتي أنا. مرة تانية تقلي يا خالتي، فهمان؟ أنا مالي خالتك. شوف حضرة جنابك لوين وصلتنا، انت دمرت لها حياتها لهاندا. ليك دير بالك من هلأ ورايح تقرب على بنتي، وإلا لا تلوم إلا حالك، هلأ انقلع من خلقتي. يا أستاذ شو عملت؟ إن شاء الله انحلت الأمور، منقدر ناخذ البنت معنا؟ مع الأسف هاندا رح نضل هون، ما بخفي عليك حسين بيك، إذا المصابة تقدمت بشكوى بنتك بدها تتحاكم وأكيد رح تروح على السجن، لهيك قد ما فيكن حاولوا تراضوها بأي شكل لما تقدم شكوى.